فعلا الى جانب كونه صباخ ودايما ليه تاتشاته الشيك كده الراقيه اللي دايما كلها بتصب في نهايه المطاف في المبدا نفسه بتاع الاخلاق والروح الرياضيه. بالمناسبه الجدير بالذكر ان النادي الاهلي اعلن ترحيبه بالتعاون والمسانده لكافه الانديه السودانيه والعربيه الشقيقه في كل المحافل وعلى كل المستويات والاصعده. هي دي الرياضه بالمعنى الحقيقي، ان احنا نتنافس مع بعض جوه ارضيه الملعب فقط لا غير. بعد ما المباراه بتنتهي، بعد ما الماتش بيخلص، ايا كان ماتش ايه، ايا كانت الرياضه ايه، كلنا اخوات وحبايب، وده اللي لازم كلنا ناكد عليه للجيل الحالي وللاجيال اللي جايه كمان، لان دي هي الاساس، دي حاجه اساسيه جدا. المنافسه في حد ذاتها من حيث المبدا شيء جميل، امر صحي جدا، لكن ان المنافسه تتحول الى صراع او حروب او ازمات او تراشق او تلاسن او تلقيح او تصريح، فده يعني مش ماشي حتى مع المبدا، مش ماشي مع منطق الرياضه والمنافسه الشريفه والنبل عند مش عايز اقول الخصومه عند التنافس. ده اللي بيثبته دايما النادي الاهلي في كل مواقفه وفي كل قراراته، ومش حاجه جديده عليه، الكلام ده مش جديد، الكلام ده على مدار التاريخ. دايما النادي الاهلي بيمد ايده يعني للتعاون ودعم الجميع بدون استثناء، وهي دي سمه الكبار الناجحين. يعني مثلا ماتش او الخبر اللي كان بتتكلم عنه نهاوند دلوقتي ومساله ان النادي الاهلي يوفر لفريق المريخ ملعب، ما كان ممكن يقول لك وانا ايه اللي يخليني اوفر ملعب للمريخ، ده مش ده منافس ليا ومنافس قوي جدا في دور المجموعات. فبصوا اللي حصل كالتالي باختصار شديد، النادي المريخ فكر انه يطلب من النادي الاهلي واحتمال يرفض، يعني ما كانش مالي ايده قوي من النادي الاهلي ممكن يوافق على حاجه زي كده، لكن اللي حصل ان نادي المريخ الكبير طلب بثقه والنادي الاهلي الكبير لبى بحب. روح رياضيه.